تعرف بحضرتك انور التموني، لاعب تنس مصري، بدات تسعة لعبه 20 سنه 23 سنه بلعب تنس كره دوليه ليا، حصل لي كسر في المقاع العظمي، قعدت 7 سنين بحارب المرض، حصل صدع عكسي بعد زرع المقاع العظمي، حصل مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، غرغرينا في الايد، وزني وصل 140 كيلو في 7 سنين، كل ده عمال تحارب وتحاول تفشل وتحاول تفشل تحاول تكسبه وتفشل وحصل كده في جيلك وتحاول تكسبها. الناس الحمد لله تكسب مرض من واحد من الناس في العالم اللي قدروا يعملوا كده، ربنا يجعل في السفر امل لناس كتير باذن الله سبحانه وتعالى. المفروض ان انا مبسوط موجود النهارده في كاس الراي، المفروض تستخدم انها تكون امل للناس كلها يا رب توصل لاكثر واكثر. الناس كلها محاربين، الناس كلها عندهم صفر، بس الفرق بيني وبينهم ان الصفر تعرف وصفر ما تعرفش، معروفه. طب ممكن تكلمنا عن الفيلم اللي اتعمل عنك؟ فيلم ده في 7 قرون قبل الميلاد، هيبقى قريب موجود في القنوات، قريب موجود في دلوقتي، كنا دخل مهرجانات، دخل في مهرجانات كبيره، شارك في دبي، شارك في دبي، هيكون موجود قريب، معمول له كذا ايفنتات، قريب يكون متواجد لكل الناس، ويا رب يكون امل بيهم ويكون عجبكم يا رب النهارده. يعني طب انت ادينا رساله في 5 ثواني لقهر السرطان بكلهم. لا لا، مفيش مستحيل، كل ما ربنا موجود سبحانه وتعالى مفيش مستحيل، لو كان في مستحيل ما كنتش موجود دلوقتي. شكرا يا فندم.